دلوقتي جه ميعادنا مع الاخبار اللي هتحصل النهارده، والنهارده كل سنه وحضراتكم طيبين. اول يوم دراسه في السنه الجديده في المدارس الدولي، ووزاره التعليم قدمت التهنئه للطلاب واولياء الامور، واكدت ضروره الالتزام بتحيه العلم وتعزيز روح الانتماء الوطنيه. كمان النهارده هيتم غلق باب التقدم للمبادره الوطنيه للمشروعات الخضراء الذكيه، والزمالك هيواجه الاكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الاول لبطوله دوري ابطال أفريقيا. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فالنهاردة هتنطلق أول أيام العام الدراسي الجديد 2022-2023 بالمدارس اللي بتدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، المدارس الدولي. ووزارة التعليم قدمت التهنئة للطلاب وأولياء الأمور، وأكدت ضرورة الالتزام بتحية العلم وتعزيز روح الانتماء والوطنية. النهاردة الساعة 11 بالليل هيتم غلق باب التقدم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية على الموقع الإلكتروني، وبعد كده هتبدأ في مرحلة التقييم وتطبيق المعايير والشروط على المشروعات المتقدمة من كل محافظة، وهيتم اختيار مبدئي 162 مشروع من كل المحافظات وتصفيتهم في المرحلة النهائية ل 18 مشروع بخلاف المشروعات الكبرى. النهاردة برضو هتنطلق الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. وزير القوى العاملة حسن شحاتة هيرأس وفد مصر الثلاثي حكومة وأصحاب أعمال وعمال، وهيلقي كلمة بشأن قضايا عالم العمل. لعشاء الكرة الإفريقية موعدهم النهاردة مع مباراة قوية لفريق الزمالك ضد ألكت بطل تشاد في ذهاب الدور التمهيدي الأول لبطولة دوري أبطال إفريقيا باستاد أحمادو أهيدجو بالكاميرون الساعة 5 العصر.